للمزيد حول ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، مزيد من التفاصيل معك. نعم، أهلا بكم. نتحدث الآن منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن اقتحام كبير يجري لمخيمات الضفة الغربية بما فيها الآن نتحدث في صباح هذا اليوم مخيم الأمعري ومخيم عقبة جبر وغيرها من المخيمات. أيضا كان هناك اعتداء في مخيم جنين والورشمس وطول كرم وغيرها من المخيمات في الضفة الغربية، ونتحدث في جنوب أيضا الضفة في مخيم الفوار حيث أصيب طفل برصاص الاحتلال جنوب الخليل، وأيضا نتحدث عن إصابات في عدد من المناطق في الضفة الغربية. بفعل أن قوات الاحتلال قامت باقتحام أكثر من منطقة ومدينة وبلدة ومخيم في الضفة الغربية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين واندلاع مواجهات ما بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال نتجت عنها إصابات في الرصاص الحي للفلسطينيين، والبعض استنشق الغاز المسيل للجموع، وبعض المناطق تم مقاومة هذا الاقتحام للاشتباكات المسلحة كما هو الحال في مخيم عقبة جبر وكما حدث يوم أمس في مخيم الأمعري، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم باشتباكات مسلحة أصيبت في هذه الاشتباكات مجندة إسرائيلية، وأيضا ارتقى طفل فلسطيني. أيضا اليوم سيشيع أهالي قرية بورين الطفل الذي ارتقى برصاص الاحتلال على إثر اندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الغاضبين من الاقتحام المتكرر لهذه القرية، وأيضا اعتداءات المستوطنين التي باتت بالجملة فبحسب هيئة الجدار والاستيطان قالت أن هناك أكثر من 1195 اعتداء على الفلسطينيين خلال شهر شباط المنصرم، بفعل أن المستوطنين يقومون بتدمير الأراضي الزراعية، الاعتداءات في الضرب المفتح على الفلسطينيين، وأيضا نتحدث بإطلاق الرصاص الحي اتجاه الفلسطينيين. الحال منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن لم يعد في الوضع المستقر، وهو بطبيعة الحال لم يكن مستقر قبل 7 أكتوبر ولكن زادت حدته من بعد 7 أكتوبر. أيضا الاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين فمنذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن على الأقل من الضفة الغربية هناك 7400 فلسطيني قد اعتقلوا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبطبيعة الحال هذه الإحصائية كما وضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين لا تشمل الفلسطينيين الذين هم قد اعتقلوا من قطاع غزة سواء السيدات أو حتى الأطفال، وأيضا نتحدث عن الرجال وأيضا كبار أشكرك شكرا جزيلا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية.